هذا باكر اسمه عبدو عامر. يا سلام. واو، بدنا كلنا كم حبة مشمش. هذول 3-4 حبات بس. البركوكة والله حاملة لسه ما شاء الله. السنة شو عملت؟ وهذه سبحانه محيي العظام وهي رميم. شوفي هذه كيف، يا سلام، عاملة من جنبها يعني وحري، وفي جنبها 2 3. فتحية البركوكة لسه حاملة قناطير ما شاء الله. والله يا عمي حاملة قديش خر منها. هذه نظرة على الجنانة أو الحديقة، لأنه اليوم وبكرة ويوم الثلاثاء على خير إن شاء الله في طريقي إلى حوارة. وين حبات التين اللي عليها؟ زي ما قلوها الحبة نصوكية ولسه فج. سبحان الله العظيم كيف داير على الشمس، داير لجهة الشمس. هلا بنيجي هيك على هذه المنطقة مشان الواحد هناك على خير في البلاد لما بتذكر الدار الثانية
التوت هيو بيستوي ما حي وبقى على الارض وما حدا ماكل. التين هيها بلشت هي زي ما كلها بلشت تطكش، لانه احنا انا منطقه داري باردي اكثر برودي من منطقه دار قاصد. ما شاء الله التيني ما شاء الله مغولي، وهذا اللي به العلف اللي بحطه للعصافير للطيور ومعلقه هون، بعرفن وين تيجين وين تي بحط فيه اكل. وهاي ما شاء الله هي هم نورت، وهاي عملت قرون اللي هي الملفوفة من السنة الماضية. اخ وداعا يا بيتي ويا بلدي الثاني. هاي العنب اليوم ربطها، هي تعلقت على السياج، وهي الثانية بس هيك من جهة الشمس قبل غروب الشمس. هذا اليوم الأحد، ما شاء الله ما شاء الله. وهاي العنب هاي ربطناها، هاي سيدلس بدون بزر أبيض، هاي ربطها مشان تطلع فوق على ظهر الجراج. وهذا دهنته امبارح واليوم، كملنا ادهان. بكرة على خير إن شاء الله. يلا هاي السنة ما حتنور في غيابي بإذن الله. سبحان الخالق والخالق أحلى. هذا مشان فتحي بيقول في عندك من نوع، هذا النوع من الورد والألوان، هذا غير اللي برا على مدخل الدار. وهذا الديكور اليوم أنا عملته، في الطريق إلى الجراج. يلا نختمها مع حبة برقوق، سبحان الله العظيم. هيك هذا على الكهرباء مشان لكتل الهسس. كنا بنختمها على حبة برقوق. وداعا يا برقوقتنا.